فعلا مصدر السعاده. وبقول للجمهور يا جمهور الاهلي يا عظيم، يا اللي انت وقفت ورا الكيان وانت عملت الكيان وانت اللي عملت الانتصارات وانت 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 مع مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين، انا بقول لك افرح، الفرح لسه جاي كتير قوي. هو ده الزمن بتاع النادي الاهلي، مع احترامي كل الانديه الموجوده في مصر، النادي الاهلي في حته تانية خالص، النادي الاهلي في حته تانية خالص، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل المنظومه اللي النادي الاهلي عملها. عشان كده النهارده وانا بقول نحتفل بالعشره، ال11 يا اهلي، يا اهلي يا لاعبين يا جهاز يا بيبو، الدوري العام يا بيبو، وانا عارف انتوا قدها وقدود، وان شاء الرحمن هتحققوها وهتسعدوا جماهير النادي الاهلي. وانا بقول للجمهور افرح في اللي جاي ان شاء الله.